محمد أبو جبل يقترب من الاتفاق السعودي بعد رحيل مبالحي. اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك من الانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي بعد رحيل حارسه الجزائري رايس مبالحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتفاق السعودي عن أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي تم تجديد تعاقده بشكل رسمي لمدة عام آخر قد اقترح على مجلس إدارة النادي السعودي التعاقد مع محمد أبو جبل كونه حارس دولي وأحد أهم الحراس في أفريقيا، ولولا خسارة منتخب مصر لنجح في الحصول على جائزة أفضل حارس في بطولة أمم أفريقيا على حساب إدوارد ميندي حارس السنغال. وأشار المصدر إلى أن نادي النصر السعودي تراجع عن ضم محمد أبو جبل بعد الاتفاق معه على كل شيء، حيث رأى مسؤول العالمي أن محمد أبو جبل قد لا يلبي طموحات النادي خلال الفترة المقبلة، وأنه لابد من التعاقد مع حارس عالمي، ولذلك هناك مفاوضات مع الحارس الكولومبي أوسبينا والذي يقترب بشدة من الانضمام للنصر السعودي لمدة موسمين بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا. فيما كشف مصدر مقرب من محمد بسام حارس طلائع الجيش أنه سيصبح بديلا لمحمد أبو جبل في نادي الزمالك بعد وصول مسؤول الأبيض للاتفاق مع حارس طلائع الجيش لضمه في الميركاتو الصيفي. لو عجبك الفيديو وعجبك قناة معلومة ترند، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس وما تنساش تشاركها مع أصحابك.